الخلافات اللي تهم التحكيم والمصالحة احنا شرعنا فيها، ومعنا سيد رئيس لجنة تقسي، عفوا رئيس لجنة تقسي ايضا معنا، لكن رئيس لجنة التحكيم والمصالحة شرع في اكثر من 130 مطلب نتاع تحكيم مصالحة، ولقينا تفاعل ومعناها ايجابي مع مكلف بنزاعات الدولة، وقاعد يجلس معنا وقاعدين نفضوا فيهم هالمشاكل ذوما الكل. واحنا عندنا أمل اللي آلية المصالحة اللي موجودة ضمن قانون 53 هي آلية يعني توفر بالحاجة، لأنه في عوض الناس اللي عندهم قضايا متعلقة بهم في القطب القضائي باش نوقفوا الإجراءات هذية، وإذا كان فما صلح ما بين الدولة والناس اللي هما اعترفوا اللي صار خرق للقانون و معناها استيلاء على أموال على غير وجه حق، وبالتالي الدولة ستستفيد من هذه الآلية، وهالآلية موجودة وناجعة.